زمان جربت انا من باب اللعب، ما توقعت بلقى مضرة وكل هالعتب، احس بندم احس بتعب، وبقادر افكر راح اسموك الضرب. خلي شنب وصدقك خماس كل هذا حماس، فضحتنا بين الناس حطيتنا في الخياس، وهكنا مشكلتنا ورطنا ومحاس، اصلا كيف فكرت انت في الموضوع من الاساس؟ خربنا عشبة ريال وصرحنا بعيرة، بالله عليك يا اخي ما حصلت اي شيء غيره، حتى الشاص مالي هي والله كسرنا قيرة، يا اخي ممكن تفهم ان هالاشياء وايد خطيرة.